بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآية التي بدأنا في تفسيرها في حلقات سابقة: والله على كل شيء قدير. تكلمنا عن معنى الشيء، وأن الشيء هو الموجود عند أهل السنة والجماعة، وهو الممكن عند المعتزلة، وهو الأقسام الثلاثة في اللغة عند سيبويه، وهذا اصطلاح، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، فيمكن أن نسير على أي اصطلاح كان. والشيء هو الحاصل عند أهل السنة والجماعة، ولذلك فإنه يطلق على رب العالمين بناء على قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الشيء وأطلقه أو سمح به سبحانه وتعالى. وورد في البخاري: فمن جاهد في شخص الله. ورد في البخاري عن سيدنا رسول الله أنه قال إيه؟ شخص الله. كلمة شخص يعني في استعمالاتنا الدارجة كده ما نستعملهاش في ربنا، لأن شخص معناه له مشخصات، ربنا ملوش مشخصات. لكن ورد في الحديث شخص الله يعني إيه؟ ذات الله، يعني في سبيل الله، فهو من قبيل المجاز، لا نأخذه على أنه قامت به مشخصات، لا، بل إننا نأخذه على معناه المجازي الذي هو ذات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف كلمة شيء. والمعتزلة قالت هو الممكن من أجل أن ترد على الفلاسفة، وفي بعض الأحيان وليس في كل الأحيان يرضى أهل السنة والجماعة بكلام المعتزلة لا رضا بمذهبهم، وإنما أخذا بكلامهم إذا كان نافعا للبشرية وللمفكرين من غير المسلمين وللفلاسفة وكذا إلى آخره، في عرض صحيح عقائدنا وصحيح أفكارنا. ولذلك وإن كانت المعتزلة من المسلمين، إلا أن أهل السنة لا يرضون بأصولهم، بأصول المعتزلة، لكن يأخذون ولا بأس من كلامهم ويرضون به، وهذا على سبيل الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. فالحكمة يأخذها المؤمن من أي مكان. وكلمة قدير، وهي اسم من الأسماء القرآنية التي سمى الله بها نفسه، وصفة من الصفات السبع الثابتة لرب العالمين، وهذه السبع تسمى بصفات المعاني: فقدرة، إرادة، سمع، بصر، علم، حياة، كلام استمر. سبع: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. سبع صفات هي صفات ذاتية لرب العالمين. هناك صفات أفعال، دي حاجة تانية، أنه رحمن، أنه يحيي، أنه يميت، أنه يخلق،
أنه يرزق، دي صفات إيه دي؟ يسميها صفات أفعال. وإيه ضابط الصفات الأفعال؟ الصفات الأفعال له أن يفعلها وله أن لا يفعلها. افرض أنه ما رزقكش الولد، فيها نقص دي؟ ما فيهاش نقص، يبقى لا يترتب على فعلها أو عدمها نقص. هذا التعريف بتاعهم اهو، ما رزقكش وفقرك، ما هو الفقر ساعات يبقى سترة لبعض الناس، أغناك، يبقى الإغناء والإفقار دي من صفات الأفعال. ليه؟ لأنه لا يترتب على نفيها نقص. لم يرحم واحد طاغية، ربنا ما رحموش، ما يترتبش على ذلك نقص. يبقى ايه هي صفات الافعال اللي هي لو نفتها عن رب العالمين لا يترتب عليها نقص؟ طب والصفات الذاتية لا يترتب، تقدر تقول ان ربنا غير قدير؟ لا ما يصحش. غير مريد؟ لا ما يصحش. غير سميع؟ غير عليم؟ لا ما ينفعش. ولذلك السبعة دول بنسميهم ايه؟ صفات الذات، صفات معان كده، وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فقدرة، إرادة، سمع، بصر، علم، حياة. تقدر تقول ربنا غير حي؟ لا ما ينفعش. كلام، وكلمة استمر دي ايه؟ يعني كلام دائم لا يتوقف، وأنها صفة من صفاته، وأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا إنما هو دال على هذه الصفة. ما هو في دال وفي مدلول. لما تكتب الله على لوحة كده تبقى دال، أمال فين الذات الإلهية؟ هذه حاجة تانية بقى. الذات الإلهية العبد عبد والرب رب، هناك فارق بين المخلوق والخالق. الذات الإلهية دي مش في الأكوان، دي خارج الأكوان. والأشاعرة يقول لا خارج ولا داخل، ده حاجة تانية. طيب، لكن القضية هو أن الله سبحانه وتعالى مستقل بذاته. قدرة بقى قائمة، والعلم قائم. القدرة بقى دي ايه هي؟ قال مش في حاجة اسمه ممكن؟ قالوا اي؟ قالوا القدرة تتعلق بالممكن. طب والممكن ده عبارة عن ايه؟ قال يا اما موجود يا اما معدوم. قال يبقى القدرة تتسلط على الممكن ايجادا في الموجود واعداما في المعدوم. يبقى القدرة تروح كده متسلطة على الدائرة بتاع ايه؟ الممكن. هل القدرة تتعلق بالواجب جل جلاله؟ لا. يعني ما فيش حاجة اسمه ربنا يقدر انه هو يموت نفسه؟ ما فيش حاجة اسمها كده. القدرة لا تتعلق اصلا عقلا الا بذي طرفين. واجب الوجود ده طرف واحد ولا طرفين؟ طرف واحد. يبقى القدرة تتعلق بذي الطرفين، لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب، تتعلق بالممكن بس. اهي النقطة الصغيرة دي لو فهمناها ومنجاوب على 60,000 سؤال، كل الأسئلة بحكاية هو ربنا يقدر أن يعمل المستحيل؟ يعني دي القدرة لا تتعلق. ده السؤال غلط. قبل أنت ما تسأل كانت القدرة دي معناها قدرة يبقى متعلقة بالممكن عشان تعمل واحد من الحاجتين، يا إيجاد يا إعدام، يا إعدام
يا إيجاد. يوجده بعدين يعدمه، يعدمه بعدين يوجده، أكيد طرفين. إنما المستحيل ده طرف واحد، ده لا يوجد أصلا، يبقى القدرة ما لهاش دعوة بيه. علشان تسأل هو ربنا يقدر يعمل المستحيل، ده سؤال غلط. ليه؟ المستحيل ده ليه طرف واحد كده، هو عود واحد كده. القدرة دي ليها عينين تركب على ذي العينين، لكن ده بعين واحد. الواجب عود واحد بس، فما تركبش عليه القدرة. القدرة تركب على ايه؟ اللي ليه عينين. فانت جاي بتقول عايزين نركب القدرة على ذي العين الواحدة، ما ينفعش. فما ينفعش انها تتعلق لا بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب. القدرة تتعلق بالممكن. العبارة دي اللي عرفوها في الازهر، فتلاقي مخهم صافي وواضح، وما يسألوش أسئلة كتير، لأنه خلاص اتسدت كل الأسئلة بتاعت تعلق القدرة بذي الطرف الواحد. وهكذا تحفظ تلاقيك روحك إنك فاهم حاجات كتير. فقدرة إرادة سمع بصر، علم كلام، علم حياة كلام استمر. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.